كدي مركي مانتو ونو ورباهينتا لها الليب حوك هياها ورفافينتا حزبيقا معاند كاهيو عد يوسف كيسي إيساقو شيق إيام إن مدحوينها سومال لانو رالي قلنك بيحيي هادا لدوانك صويري سافيرك سومال لانو قابل سنودنك جبوتي بالسي أفهيينك مدحوينها سومال لان محمود ورسامة شامع أيار انت أسيكا جوابي إسلام مركاسنا شيقي إن هادا لدوانك صويري سافيرك سومال لانو قابل سنودنك جبوتي أنا وهاي من دبر شبكون نقول كرقرن كا وحنا هذا الذي سيكم دها. أغيا حس بيجا معارض كأوعد أيا وربهين تكش يا جاي إن مدحونا دلك تمريد الصومال لأن أورها اللي جلين بحدسيه كدومي حس بيجا معارض كأوعد هذا بع مدحونا هدلك تمريد الصومال لأن مدين مدحونا موسى بيح عبدي هذاي راتي ما شرتو مال أورها اللي جلين كسيه كدومي حس بيجا معارض كأوعد بس أغيا هجار كأي مدحونا أيا لفاق حمبارسن. رالجلين تسافير كدل كتمرد الصومال لأن أوجد بيه كدومي أحس بيجا أوعد كدب مركي كدومي أحس بيجا معارض كه أوعد إيه سافيركو أي هذا الله اسم مريم ورباهنتا هذا بع قرال ككسو بحافيز كحوجيا مدحوينو وحاولدك ناسيدن مودن كدومي أنا جو فلني أمر كمدحوينات تمرد الصومال لأن وحن سير شرف يقدرين لك ولا سعودين يا إنه مدحوينو هلاي قرال كسمدي ستهاي رف نمبر أوعد ح دا 4/2/2018 كنا تاريخيسن كودا بيشا سدحاد لبا كون إيا سيديد يتوبان وشيددي سنو أحيد دعوت كردنا وكيل كسوماالان وفرديا دل كتبوتي وحا ومدحوينوه كولان غارا أو أرين تاكو سافسن لأي شي وكيل كا وحانا وكاقم هاد علنيا سيدوايا لماذا لأي آد وقصوه قد بيساي دارين كاقا كو آدنا هادا لدي وكيل كسوماالان وفرديا دل كتبوتي سيداد درتيد وحان هالكن كو قصوه قد بينيا قرالكا halkan kulli faaqan ee raali gelinta ee ku soo qoray wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti waxa nasiib dara in xogeyaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ay u cid kula kacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland been abuur cad oo aan ku haboonayn masuuliyiinta xurmada iyo qadarinta inaga mudan qoraalka loo diray gudoomiyaha xisbiga u cid engineer Faisal Caluraabe waxa uu tilmaamay oo kaliya in warqadii cabashada ahayd ee xisbiga u cid soo gaadhay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana halkan loogu soo lifaaqay qoraal kale oo uu soo qoray wakiilka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti marka horeba hadalkii ka soo baxay safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti ma uu hayn hadal lafjab ah oo mudan in laga bixiyo raali gelin balse si loo dhowro dareenka masuuliyiinta axsaabta qaranka ayaa madaxweynuhu ka dalbaday danjiraha kadib markuu la kulmay inuu qoraal ugu jawaabo gudoomiyaha xisbiga وعد سيدو كلا فايانك وحاو سيكولو لغو جوابي حيزبيغا معارد كاهي ودني أو كبية ديدي هشيسكي دوان سدحكي سودكا هيا دح مراي سومالي لاني توبية يو دي بي وال إساقو أرماها سنكا حاليا وحاو يري قدوميا حيزبيغا معارد كاهي ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وحا او شيغي ان مدمدو كوتشيرو هشيسكا دي بي ويل وحا كلا او شيغي ان امد اللو عدهيو هشيسيادا اي حكومدو جليسو قدومي عبد الرحمن عيرو وحانو حصوصينينا إن هشيسكا دي بي وول يهي هشيسكي إساقا أوه قدوميها قولها وكيلة دالك تمريد سومالان أما قدوميها شرعي دالشينتا قولها شرعي دالشينتا قرانكا وقولها سيبوح دا أو أغلبية دا وانسيحيي هشيسكاسي قدومي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وحا او عديي مانتا إن دستورك تمريد سومالان سيي حكومة دا أود أي هشيسيو كولا جيلي كارتو shirkado ururo caalami ah iyo dawlado shisheeye isla hadalkiisa dhixdiisana wuxuu ka horiyay qodobka dastuuriga ah isagoo oo sheegay inuu diiday heshiiska xukuumadu la gashay BBL iyo Ethiopia gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi umada Soomaaliland ha u sharaxo nuxurka sharci ee uu ku diiday heshiiskan maadaama goobjoog ku aha maalintii sida sharciga loo ansixiyay sida uu dhigayo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana gudoomiyaha xisbiga wadani uu qiray maanta xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay awood u leedahay wax ka bedelka kaabista heshiisyada hadii ay u aragto inay ku jirto danta qaranku intaas kadib ayay marinaysaa xukuumadu golayaasha xeer dejinta qaranka gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxaanu leenahay baroorti orgiga ka weyn ee unkadow heesha maxamed علي صالح ستار تي في هرقيسه